زيارات مكشوفة النوايا يجريها السياسيون ضمن حملاتهم الانتخابية التي انطلقت مبكراً، مستخدمين ذات الوعود والشعارات التي لم تعد تنطلي على العراقيين. في الموصل التي تعيش معاناة مضاعفة، يبدو أن ألاعيب الساسة لم تعد تقنع أهالي المدينة الذين يعانون الأمرين. أنا أقول لك زيارة المسؤولين وقت الانتخابات، أكو ناس تعبانين يستغلوهم في سبيل مصالحهم، ناس فاشلين لا يستجدون أن يحكمون دولة ولا عندهم سيادة ولا أصلاً، كل بشلع قلع، ما بيهم واحد خايف الله يدير باله على الشعب. تعال أخوي أقول له أنت كذا مبلغ أعطيك وسلة غذائية، انتخب المرشح فلان بفلان، وشفنا منه ماي هاي أربع خمس سنوات شفنا منهم حاربوا العالم، هسه عند قاموا يحاربون أهل البسطات، هذول على باب الله كلنا انقطعت أرزاقهم. ويؤكد أهالي الموصل أن دعايات المرشحين هي ذاتها التي رفعت في الانتخابات الماضية، والتي تقوم على أساس إعادة إعمار المدينة وتحسين واقع أهلها وتعويض المتضررين، إلا أن شيئا من ذلك لم يحدث. أخوي هاي دعايات انتخابية، كل دعايات انتخابية. هسه أنا أسوي لك الموصل جنة بالسوالف، بس بالسوالف. الله بس وعود وهمية، وهذا هو يعني يعطونا وعود ويقول هذا هو باشر راح نسوي لكم فلان شيء ونسوي لكم فلان شيء، وما يسوون ما يسوون لنا. بتنتهي الانتخابات يا بتروح عليه يقول لك ما بيدي هي، ونحن واقعين بها الفقره واقعين بها. والله هم دائما يعني وقت الانتخابات يجونا يسوون نفسهم ويسوون يعني على اساس يسوون شغل وشغلات وهذا، ودعايه كلها انتخابيه، ورا الانتخابات ما اشوف ولا شخص منهم. يعني هاي نواب الموصل هاي اربع سنين كل شيء ما سووه ولا شفناهم، بس هسه وقت الانتخابات جايين و موسم انتخابي جديد يتصاعد فيه الصراع وترتفع فيه أصوات الشعارات وتزهو لافتات الكتل التي لم يعد العراقيون يلتفتون إليها بعد أن ملوا هذا النظام وأحزابه، ولا يرون طريقا للخروج من واقعهم المأساوي إلا بالتخلص من هؤلاء ومن انتخاباتهم العبثية.